لابد في البداية أن نتحدث على من يدير هذه الأموال. يعني عندما نتحدث على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تأسست في عام 2006 لإدارة الثروة السيادية للدولة الليبية، يعني 40% من هذه الأصول تدار وفق صناديق ومحافظ استثمارية اللي هي محفظة ليبيا أفريقيا، بالإضافة إلى شركة الاستثمارات النفطية، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي. فبالتالي عندما نتحدث على كيفية أو الأشخاص، يعني مدى كفاءة الأشخاص الذين يقفون على هرم هذه المحافظة الاستثمارية، هذه رأي نقطة مهمة جدا. نعم. يعني هؤلاء الأشخاص هم التي من المفترض أن يبحثوا على التفاصيل، هم الذي من المفترض أن يعطونا بعض الأرقام، يعني تصديقا لحديث ضيفيك الكريمين، عندما نتحدث على الأصول الليبية في أفريقيا يعني الوضع كارثي. يعني نتحدث على أن هناك أصول مثلا في ساحل العاج، يعني مصادر متطابقة تتحدث على تأميم بعض الشركات، يعني أهمها شركة الاتصالات المملوكة للدولة الليبية منذ عام 2015. عندما نتحدث على محاولة يعني شراء بعض الأصول الليبية كاستثمارات وكعقارات موجودة في مصر من قبل مسؤولين ليبيين معروفين، يعني حقيقة لابد من الدولة الليبية، ونتحدث هنا على سواء كانت المؤسسة الليبية للاستثمار أو وزارة الخارجية، أن تخرج علينا بأرقام. يعني الأرقام هي التي تثبت صحة أو تنفي ما يتداول الآن من حول خروقات سحب أموال ليبية مجمدة في بلجيكا، ولكن لا. للأسف الشديد، وأؤكد على ذلك، أنه لا توجد حتى شبه أرقام، حتى ولو أرقام تقديرية، لأن الكل يتهافت على المؤسسة الليبية للاستثمار، الكل يتهافت على الوصول إلى هذه المحافظ والصناديق الاستثمارية من أجل نهبة المال، من أجل نهبة المال العام لا أكثر ولا أقل، إلا من رحم ربي. فبالتالي عندما نتحدث، يعني المثل الشعبي يقول المال السائب يعلم السرقة، فبالتالي هو ما يحدث الآن حتى في تونس. هناك العديد من الأصول الليبية وخاصة في مجال النفط والمحروقات، يعني تم خرقها وتم السطو عليها أو تم تأميمها لصالح الدول التي موجودة فيها هذه الأصول. أيضا ما يثبت أن الأموال الليبية والأصول الليبية في خطر كبير، ما قاله غسان سلامة حرفيا عندما تحدث وقال أن لديه إثباتات تفيد بأن الأصول الليبية المجمدة في الخارج معرضة للذوبان إن لم يتم تدارك هذا الموضوع بسرعة. فبالتالي لابد من يعني وقفة جدية فيما يتعلق بالأصول، حتى ولو خطوات مبدئية. يعني عندما نتحدث مثلا على تشكيل لجان معينة سواء كانت محلية أو بشراكة دولية، يعني حتى في البداية نبي نحط يدي على الأصول ونعرف قيمة الأصول وحجم الأصول الموجودة في الخارج كخطوة الأولى. لا. حتى نعطي إيحاء للدول التي فيها استثمارات ليبية وأصول ليبية بأن الدولة الليبية رأي تتابع في هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد الكل في سبات عميق.